أسطورة بودرياه، جن البحر المشهور، شخصية خرافية ضمن مجموعة كبيرة من الشخصيات الخيالية التي كانت منتشرة في دولة الإمارات، وخاصة أنها كانت ضمن الخرافات المنتشرة عند سكان المدن الساحلية وتحديدا عند أهل البحر، أي فئة الناس التي تشتغل بالبحر مثل الغوص والسفر والرحلات البحرية وصيد الأسماك وقطع وبيع الحجارة المرجانية. ينتمي بابا درياه إلى عالم الجن بحسب الباحثين، وقد عرفت عنه حكايات الرعب والإيذاء بين السكان الذين يعيشون على ساحل البحر، وخصوصا من قبل البحارة والصيادين وغواص اللؤلؤ. أما اسمه فيعني في الفارسية أبو البحر، مما يدل على أن منشأ الأسطورة فارسي، بودرياه أو أبو درياه أو بابا درياه، كلمة فارسية من شقين، بابا وتعني أبو ودرياه وتعني البحر. هذا هو الجن الأشهر في منطقة الخليج، وهو الأغرب أيضا، ذلك أنه لا يستهدف الأطفال فقط بل يستهدف الرجال ويحب الخراب. شكله أقرب إلى القرد الضخم. في العصر القديم في مناطق الخليج قبل ظهور النفط، كانت صناعة صيد اللؤلؤ المستخرج من البحر رائجة، وهو الكنز الذي اشتهروا به، فكان السفنون تخرج بالأيام ليجمع اللؤلؤ ويبيعوه. فبودرياه كان يتظاهر بأنه رجل غريق بجانب سفينة فينقذوه ويطعموه، ثم يخرب شيء بالسفينة لتغرق ويغرق ركابها ويغوص في البحر. يروي أهل البحر أن بابا درياه كائن من الجن كان يتسلل إلى مراكبهم في الفترة ما بين صلاة العشاء وأذان الفجر، ويختطف أحد البحارة ليأكله أو يقتله، وكان يعبث في السفينة ليتلفها فتغرق. لذا فإنهم يجعلون في كل سفينة نوبة للحراسة بها إسنان أو أقصر، فإذا سمع الحراس صوت بابا درياه تصايحوا هاتوا المشارة والجادوم أي المنشار والفأس، فإذا سمعهم هرب، ويذكرون بأنه مخفي الملامح لأنه يظهر دائما في الظلام الدامس ويكون على هيئة رجل قوي وضخم. أما الرواية الأخرى فتقول بأنه كائن خرافي يعيش في البحر، وقيل أنه كان يظهر على شكل إنسان مخيف الشكل، ويسمعون صياحه في البحر وكأنه غريق، فإذا أنقذوه سرق طعامهم وربما أتلف شيء من السفينة. ويبدو أن الأهالي استخدموا هذه الحكاية لتخويف أولادهم خصوصا الشباب، وذلك لمنعهم من الذهاب ليلا إلى البحر. ويقول أحد البحارة شخصيا لم أشهد بودرياه ولم أسمع صوته سواء أثناء ذهابي للبحر بمفردي أو مع البحارة، ومع ذلك كنت أخشاه وأتقي شره بقراءة سورة الكرسي والمعوذتين، فلم يكن ممكن تجاهل ما كان يحكيه أبي وجدي عن سماع صوته وهم في عرض البحر. ويضيف كان جميع البحارة يخشون أبو درياه. نعم كنا في أيام الشباب، وأنت تعرف شجاعة الشباب واستهانته بالمخاطر، لا نصدق ما يروى عنه، ومع ذلك كان أقصرنا متى خرج للبحر لا يبتعد كثيرا عن الشاطئ. الباحث سيف الشملان في كتابه الألعاب الشعبية الكويتية يكتب كنت أسمع من البحارة أقوال عن بودرياه وأنه حيوان بحري على شكل الإنسان، يصعد إلى ظهر السفينة ليمسك من يصادفه من البحارة ويلقيه في البحر ليفترسه، وأنهم إذا شاهدوا صاعدا إلى ظهر السفينة صاحوا به وأخرجوا السكين فيلقي بنفسه في البحر طلبا للنجاة. والعجب أن البحارة يعتقدون بوجوده ويحكون حكايات عنه.